اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ضب مفتاح. وزي ما تعودنا احنا بنفتح الأوضة الضلمة اللي مستخبية كل جوه حد فينا. احنا النهاردة معانا كوبل مخطوبين وبيحبوا بعض جدا، وهنعرف في ضب مفتاح مستقبلهم هيبقى ايه وبيحبوا بعض بنسبة كام. ومعانا الدكتور فؤاد عبير اللي هو هيحدد لنا بالظبط كل حد فيهم بيحب التاني قد ايه. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. فهم عبد الرحمن، انت اول مرة شفت نور كان امتى؟ نور زميلتي من ايام الجامعة، كنا نعرف مع بعض طول ايام الجامعة، طول 4 سنين الجامعة، وقعدنا فترة ما بنتكلمش، يعني كان في بينا نظرات ايام الجامعة، لكن جروب الجامعة واصحابنا ايام الجامعة قرروا ان احنا نتجمع تاني، ومن هنا بدأت علاقتنا تتجدد، ومن هنا بدأت علاقتنا ان هي تكبر، واحدة بواحدة بدأنا نقرب من بعض اكتر، فيعني خدنا القرار بسرعة ان احنا نقدر نتخطب. نور، شفتي في عبد الرحمن ايه عجبك او شدك؟ بصي، هو يعني في الجامعه كان هو مميز قوي عن زمايله، وكان من النوع اللي هو يعني كنت بشوف له مواقف كتير قوي، بس يعني ما كانش في بينا يعني كناش بنتكلم قوي، بس انا كنت بشوف له مواقف كتير قوي، لان هو يعني كان محسسني ان هو فعلا حد مسؤول، راجل ممكن حد يعتمد عليه. بس احنا طبعا كنا مشغولين بالدراسة بقى والحاجات دي، واحنا اصلا ما كناش يعني قريبين من بعض قوي، فما كانش في حاجة تربطنا ان احنا في الجامعة نتكلم او كده. بس لما رجعنا تاني واتجمعنا، فحسيت ان هو برضو يعني ايه، لا شفت فيه حاجات كتير قوي يعني حلوة، بغض النظر عن الشكل يعني، بس لا هو شكله حلو برضو، شدني اكيد، بس مواقفه يعني بسيطة وحلوة، يعني اي بنت تتمناها طبعا. لا ما تهزرش. لا يا دكتور طبعا دكتور، حضرتك متخصص، دكتور فؤاد حضرتك متخصص في علم الطاقة والبادي لانجويج، وكمان حضرتك بتقدر تحدد من نظرات طبعاً. قول لي، هم عمالين يتكلموا عن النظرات ما قصوش لبعض خالص من ساعة ما دخلوا الحلقة، فقول لي هم يعني قول لي حضرتك شايف ايه؟ بيحبوا التواصل عن طريق الاي كونتاكت بقى والحاجات دي. لا ما كانوش بيبصوا لبعض خالص. لا هم في علاقتهم عموما يعني فاهمين بعض من العين، وهي نفسها عندها مصداقيه عاليه طبعا، بتحبه جدا، بتغير عليه، واثقه في حبها ليه جدا، وكل كلامها طالع بمصداقيه عاليه، يعني اديها 10 من 10 الصراحه. طيب وعبد الرحمن؟ عبد الرحمن بيحبها جدا برضو، وبيحاول يخفي شويه حاجات خاصه بيه احنا ما نعرفش هي ايه، بس يعني في البادي لانجوج بتاعه غامض، عقله الباطن مخبي حاجه، ايه هي الله اعلم، بس يعني بس في حب متبادل يعني عموما ما بين الطرفين، بس فادي له 8 من 10 الصراحه، مش هقدر للاسف ادي له 10 من 10. ايه رايك يا عبد الرحمن في الكلام ده؟ مش فاهم ليه 8 من 10، ليه النسبه القليله قوي دي؟ لا دي قليله قوي جدا يا راجل، ده اي راجل يتمناها اصلا نسبه الحب كده. خد بالك انك تخبي حاجه دي ما بتبقاش اراديا، ده بيبقى لا ارادي، يعني انا بيجي لي حالات مثلا عايز يقول كل حاجه، اقول له قول، يقول لي مش عارف، فبضطر بقى استخدم معاه مرحله تانية اللي هي التنويم المغناطيسي، دي بتخلي الشخص ريلاكس جدا، عقله الباطن فري. لا يعني ايه تنويم مغناطيسي؟ عشان بخاف من الحاجات دي. لا ده يا جماعه التنويم المغناطيسي مش دجل ولا شعوذه، ده علم وليه اصول واتطور، وفي دلوقتي نماذج كتير قوي قدرنا نحل مشاكلها بالتنويم المغناطيسي، وتجارب كتير نجحت وانا اشتغلت عليها كتير يعني في حياتي. يا دكتور فؤاد اشرح لنا، يعني انا دلوقتي اخر مره سمعت عن التنويم المغناطيسي ده كان في الافلام العربي الابيض واسود. يا جماعه لا اتطور العلم، وفي ابحاث ودراسات وتوصلوا لنتائج هايله يعني مبهره بصراحه. يعني ده علم لسه موجود، ده طبعاً تكنيك طبعاً لسه موجود. طبعاً طب طبعاً. ايه اشرح لنا دكتور ايه اللي بيحصل في التنويم المغناطيسي؟ بيحصل ان الشخص بي 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 بيطلق حريه لعقله الباطن ان هو يقول كل الحاجات اللي مخبيها او مش حاببها ان حد يعرفها غيره يعني. فاحيانا بيبقى مخبي حاجات مفيده في العلاج او في تحليل النفسيه،
ف بس فده الموضوع يعني. طب استنونا بعد الفاصل ولسه ما خلصناش كلامنا. دكتور انا طلعت فاصل لان انت اللي انت بتقوله ده معناه ان هو ممكن بيعمل حاجه غلط. لا مش شرط تكون غلط يا جماعه، عادي. هو اي حاجه بتستخبى تبقى غلط. لا ما بنت طيب معانا في الحلقه تحس بايه؟ يقول لك تلوين مغناطيسي وتلوين بتاع. طيب ماشي، بس تلوين مغناطيسي كان زمان ايام فيلم الابيض واسود والكلام. بتقولوا ايه بس عشان نسمعك؟ بتقولوا ايه؟ مفيش حاجه اسمها تلوين مغناطيسي. ليه يا فندم حضرتك بتقول مفيش حاجه؟ لا ممكن تقولي انا مش مقتنع بالتلوين المغناطيسي، بس ما ينفعش تقول مفيش حاجه اسمها تلوين مغناطيسي. قايمه على ايه الفكره؟ قايمه على اساس ايه برضو؟ قايمه على فكره تحرير العقل الباطن، ان انت عقلك الباطن بيبقى متكتف. مين يقدر يتحكم في عقله الباطن او يتحرك؟ اذا كنت انا شخصيا مش عارف اتحكم في عقلي الباطن، هتقدر انت تتحكم في عقل الباطن؟ لا تقدر. لما تقول لك مثلا ايه احكي لي عن يومك النهارده، انت بتقول لها ال 24 ساعه حصل فيهم ايه؟ اكيد هقول اللي انا فاكره بس يعني، او اللي انت عايز تقول باختصار. لا ما اظنش ان انا بقول كل حاجه يعني. انا إيه شخص بيهتم بالتفاصيل يعني، بس انا مش مقتنع بصراحه بموضوع التنوم المغناطيسي. انا 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 ممكن اعمل تجربه صغيره اقول لك حاجات انت مش فاكرها، يعني انت هتحكي عن نفسك حاجات انت مش فاكرها. انا ما بقولش حاجه، انت اللي بتقول، فاهم؟ ما اظنش. ما لو ما عندكش مشكله ان احنا نجرب، انا بس مش هجرب حاجه انا مش مقتنع بيها يعني. خلاص يعني ماشي، انت بتقول ان ما فيش حاجه اللي مش مقتنع بيه، فايه المشكله يعني؟ هجرب ليه؟ اللي بيني وبينك التجربه. احنا كده كده بريك يا جماعه اصلا، فشوف بعدين لو في حاجه. انا هدافع عن علمي، انا هدافع عن علمي، لكن واكد لك وجهه نظري. وانا مش انا محتاجك تاكد لي وجهه نظرك. تمام، انا عايزك تاكد. انت كده هتدخل معايا في تحدي. ماشي تمام، اتفضل. ممكن تقعد كده؟ لا انا بخاف يا دكتور. يا جماعه دي مش شعوذه، مش انت شايفه معايا بخور يعني وداخل بفحم؟ لا بس هنعمل كده في البريك. طب اقفل ثانيه واحده، ده خطر عليه. مش محتاجه ان انت ولا اي حاجه، بس انت اتوترت وبقيت في حاجه. بس لا باين عليك يعني، انا مش عارفه رياكشنات وشك. الموضوع مش لوجيك. طب ممكن بس تسيبوه يركلس كده خالص ومحدش يتكلم معاه؟ يا جماعه هو ايه ده؟ في ايه؟ طب بعد اذنك. اوكي، هو هيحصل ايه دلوقتي يا دكتور؟ ولا اي حاجه، هيبقى في منتهى الاسترخاء. اوكي، حاسس بضغط صبعي؟ جماعة ما حدش هو كده. هو عمل كده ليه؟ هو يقع ولا لا؟ لا لا لا، هو مركز بس دلوقتي. هو خلاص دلوقتي هو ساب عقله الباطن خالص، عقله الباطن فك. عبد الرحمن ايه ده؟ انت عملت فيه ايه؟ لا لا، هو دلوقتي في كونتاكت معايا انا. بصي لا ابعدي عنه، هو مفيش حاجه يا جماعه. هو لو حس بحاجه هيقوم، مفيش مشكله خالص. طب احنا في بريك، المفروض نرجع كمان دقيقه يا جماعه. دكتور. اقل من دقيقه. طيب ماشي. ممكن تقول لي اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عندك كام سنه؟ 28. تحب خطيبتك؟ اه. طيب اخر مره سافرت كان امتى؟ اسبوع. شغل؟ شغل. رحت فين؟ اسكندريه. قابلت حد هناك؟ زمايلي. زمايلك؟ ولاد ولا بنات؟ بنات. بنات؟ كانوا كام واحده؟ واحده. اسمها ايه؟ انتوا بتهزروا صح؟ من ايه ده؟ منا؟ هي ايه؟ هي الاستاذة اسمها ايه؟ قال ايه؟ نور. يا دكتور لا احنا طبعا عشان ثواني اسمها ايه؟ الحلقة. منا. طب رجعوا منا مين؟ منا. رجعوا بقى شوفوا اللي هتعمل فيه ايه. انت اسم الشهرة منا؟ لا انا اسمي. طب انت رحتي معايا اسكندرية؟ لا. طب بعد اذنك ثانية لو سمحتي ما تجيش جنبه خالص، عشان احنا كده لازم نتكلم يعني. نتكلم معاهم ازاي احنا دلوقتي؟ ثواني 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 خالص ثواني. عبد الرحمن ازيك؟ تمام الحمد لله. فين التجربه؟ حسيت بحاجه؟ فين ايه؟ ما حسيتش بحاجه صح؟ طيب يعني يا جماعه مش شعوذه ولا اذى ولا اذيته يعني، خلاص. انت ما كنتش حاسس باللي حصل دلوقتي؟ انت بص لي عبد الرحمن، انا بكلمك على فكره. هو حس بضغط صبعي بس. ايه اللي مالك في ايه اللي انت قلته ده؟
قلت ايه؟ ايه اللي انت مش هو بجد ما كانش حاسس؟ هو ما حسش غير بضغطة صوتك. انت بجد ما كنتش حاسس؟ انت هو جه مسك كده بقى جه مسك صباعي وضغط على صباعي وقال لي مين ايه؟ مين ايه؟ مين منا؟ منا مين؟ جماعة هو لا مش هعرف ان انا اكمل لا مين منا ايه؟ منا مين؟ من انت لسه قايل دلوقتي ان انت كنت في اسكندرية ومنا ايه؟ ومنا ومجربش حاجة أصلا. لسه قايل انت كنت مع بنت. طب ايه طيب؟ هو مش قال كده يا دكتور؟ ايه انا بكلمك على فكره بسالك مين سؤال مين دي؟ انت ليه قاعد كده ببرود اعصاب كده وقاعد هادي كده ليه؟ هو مش فاكر هو قال ايه اصلا. ما هو انت اللي عمل ايه اصلا؟ هو عمل ايه؟ ما انا ما اعرفش هو ما بيبقاش فاكر حاجه إيه؟ في الوقت هو ده هو عمل ايه خلاك تقول الحاجه اللي انت فين الاثبات ومين منا دي اللي انت الاثبات انت لسه قايله مين منا انا ما اعرفش مين منا يا جماعه اللي قاعدين بتسمعونا في البلاتو طب انا دلوقتي قولوا له قال ايه عشان هو هيبتدي يجنننا مش هينفع تضغطوا عليه انت هو انت ليه قاعد هادي كده ايوه عشان المفروض اكون هادي علش لا عشان انت عارف انت قلت ايه ما قلتش حاجه طب انت عارف انت كنت فين وبتعمل ايه كنت فين طيب مش هينفع تضغطي عليه كده عشان هو لسه عقله الباطن يعني طري يعني ما ينفعش اضغط عليه يعني عقله الباطن ايه ماله عقل الباطن ماله عقل الباطن حصل مشكله كبيره طب ما تثبت لي طيب اثبت لي وجهه نظرك طيب استني انت هو مش فاكر اللي هتحصل بينا اصلا بسبب بس ما تقوليش استني وجهه نظره بس اهدي ممكن تهدي شويه لا انا مش ههدى وبعدين يعني ايه يعني انت ماسكه فيها دي اسال نفسك مين منا ما تلمسنيش اهدي طيب اهدي ممكن نهدى انت لسه قايل ان انت كنت مسافر مع واحده اسكندريه اسمها منى هو ما قالش انه سافر إيه. معاها بقى لا حرام كده انت كده هي عارفه ان انا بسافر سفريات هو قال انه سافر وقابلها في فرق يعني هو دلوقتي خلاص كده مبرر يعني طب ما انت عارفه ان انا بسافر دايما للشغل وان انا معايا بنات في الشغل بنات بس مش يكون منى وبنات وولاد هي ايه منى دي حلوه يعني احلى منها يعني هي إيه هو انت بتتكلمي لي كده طيب ما هو مش فاهمه يعني ايه واحده معايا في الشغل زميله معايا طب ماشي واحده معاك في الشغل مفيش اي مشكله عندي زمايل كتير ثواني في الشغل بس مفيش اي مشكله بينكم انت ما بتقوليش ليه المشكله في اسمها يعني مش تفصيله يعني عشان اقولها مش حاجه مهمه لا عشان اقولها لا تفصيله مهمه لما تطلع الاسكندريه من غير ما اعرف وتقابل واحده من غير ما اعرف انت عارفه ان انا دايما بسافر اصلا ثانيه واحده لا ما كانش قايل لي اصلا انه مسافر انا دايما بقول لك انا مسافر لا انا دايما بقول لك يعني هو عشان انا دايما بقول لك خلاص مره حاجه راجعه هو انت ليه بتتكلم كده اصلا يعني انت ليه بتتكلم بهدوء ليه مكبره الموضوع بكبر الموضوع عشان هو الموضوع كبير لما انت تروح مكان تاني في محافظه تانية مع واحده تانية وانا المفروض ان انا خطيبتك المغفله اللي قاعده مش حاسه انا بعلي صوتي المفروض ان انا ممكن نهدى لا مش ههدى ممكن نهدى شويه ممكن نهدى انا عايز شويه اخلص الدنيا دي عشان انا عايز امشي ممكن نهدى بس شويه ممكن بعد اذنك نهدى شويه هي تهدى ازاي انت لسه قايل ان انت مقابل واحده سكنت تهدى هي ازاي بقى يا جماعه هو مش يعني انا دايما أنا انا دايما بروح الشغل ودايما معايا بنات في الشغل ايه المشكله هبتدي ان انا اتصرف تصرف لو الحوار عادي كنت هتحكي لها يا عبد الرحمن عبد الرحمن انا ما بحبش الطريقه دي طريقه ايه حضرتك انت دلوقتي بتخون خطيبتك امال لما تتجوزها ليه وصلت إيه؟ الموضوع للخيانه أيوة الخيانه ايه يا جماعه انتوا هتخربوا البيت على فكره ايه المشكله يعني عايزين تخربوا علاقه يعني قابل حد يعرفه هو مش لازم العلاقه تكون ايوه مش لازم كلمني هنا بص لي ما حكاش ليه طيب بص لي ما تمديش ايدك لا ما تقوليش ما تمديش ايدك انت دلوقتي قاعد ببرود وبرود اعصاب وانا عماله اسالك عشان حتى اقول انت مستفز يعني انت مصمم ان انت تنكر على فكره هو انت اللي مستفز انت مصمم ان انت تنكر ليه ما انا خلاص ما انت قلت طب ما انت عارفه ان انا بسافر وعندي ناس في الشغل وعندي بنات في الشغل ايه المشكله ما تقوليش ايه المشكله طب نهدى انا عايزه اخلص الدنيا دي خلاص عشان خلصي دنيه ايه اللي تخلصيها طيب خلصي دنيه ايه لا انا ما شفتش بجاحه كده ما تتكلم انا ما شفتش مشكله وهنحلها حاضر بصي هي مشاكل كده عشان هو بيبقى بعيد عنك وانت ما بتبقيش عارفه هو بعيد يعني ايه يعني بعيد عني يعني هو بعيد عني ابقى لما تتجوزوا هيبقى تحت عينك اكتر ف يعني لا قبل جواز ولا بعد جواز زي ما بقول لك كده والله لا قبل جواز ولا بعد الجواز فتره الخطوبه دايما يا استاذ عبد الرحمن من فضلك اتعامل معاها باحترام يعني هي مش ماليه عينك وكمان بتهزقها قدامنا انت غريب جدا صراحه مش فاهم الكلام كده ليه ملوش علاقه بمالي عينه لا عشان لا لا هي مش مالي عينه ممكن نهدى بس شويه ممكن بعد دي اخطاء يا جماعه لما نمشي طيب لا طبعا الرب مش انا عايزه امشي انا خلصت الدنيا دي عشان انا عايزه امشي بقى نشوف الدنيا دي الاول بعد كده نمشي انت ليه ماسكه في الاسم مش انت اللي حضرتك اللي قلت منا كانك انت اللي قلته حضرتك اللي قلته هو احنا اللي قلناه انت مش طبيعي ما انا معايا زمايل في الشغل كتير انا معايا زمايل في الشغل كتير ايه المشكله يا جماعه واحده المشاكل ما ايه المشكله لما واحده تشوفني طب طالما ايه المشكله ما قلتليش ليه
ما جاتش فرصه اقول لك. وانا لازم احكي لك برضه في تنكر احكي لك تفاصيل حياتي. ايوه 24 ساعه. ايوه يعني ايه 24 هو انا جهاز رادار؟ هو انا جهاز رادار؟ يعني انت تفضل ان هي تسافر مع واحد لما تسافر بعد اذنك ممكن بس ثانيه واحده ثانيه واحده عشان انت استفزتني انا شخصيا. طيب. انت ترضى ان هي تسافر مع زميلها وما تقولكش؟ لا طبعا ما ارضوش. ليه؟ عشان هي ست وانت الراجل؟ اه عشان انا الراجل طبعا. يعني فانت تخون عادي هي ما خنتهاش. امال ليه حضرتك ماسكه في مصطلح خيانه؟ بصراحه انا متحفظ على مصطلح خيانه ده الصراحه. طب خلاص لو هو مش خايف من حاجه وما بيخونش وقابلها صدفه نايم ومغناطيسيا تاني نعرف بقى القصه. بس بصي انت مستعد تساعد كام سؤال تاني؟ انت ما اثبتش اصلا حاجه من الاول. ازاي ما اثبتش؟ ازاي ما اثبتش؟ هو يا جماعه ما بيبقاش فاكر. حضرتك قعدت تتكلم وقلت هو لو سابك شويه انا الله اعلم كان ممكن اسمع ايه تاني. انا ممكن ارجعه لك سنتين ورا عادي بس يعني محتاجين وقت. هو ايه بس سنتين وثلاث سنين واربع سنين؟ اجيب لك السي في بتاعك من سنتين. ليه بس؟ ليه كل ده؟ على ايه كل ده؟ هي عارفه عني كل حاجه. اه ما هو واضح ان انا عارفه عنك كل حاجه. انا مش رادار هسجل كل حاجه في اليوم. يعني هو مش هاجي كل حاجه في اليوم. انت سفريه وقابلتها مره سفريه وقابلتها مره يعني سافرت من سفرية. غير ما اعرف ورحت وقابلت والله اعلم عملت ايه. لا مش فاكره. دي مشكلة اليوم كنت. مش فاكره مشكلتي انا كنت. دي مشكلتك انت يا نور. معلش ممكن اقول حاجه؟ هي منى دي حلوه؟ هو في ايه بصراحه؟ بس بتسيسي على بتاكدي على حلوه وخنت. ثانيه طب يعني المفروض اني ثانيه واحده. هي حلوه يعني من الاخر. هو ايه من الاخر ومن الاول؟ انا بسالك سؤال بنجيب من الاخر. حلو ثانيه واحده يا دكتور معلش. حلوه هو ليه حضرتك ماسكه ان في منا وفي كان في علاقه وكان في انت؟ انا بسالك سؤال رد سؤال محدد. حلوه؟ لا عاديه. طيب. عادية. المشكله يعني ايه عاديه؟ يعني انت بتقولي ايه دي بس؟ عيب. مش ههدى. انا عايزه امشي. طب خلاص انا عايزه امشي. ما تقوليش احلى من خطيبتك. يعني احلى من خطيبتك؟ ايدي. طب اوعى احلى من خطيبتك يعني؟ لا لا من غير ما ادي ايدي يا جماعه يا دكتور بعد اذنك. احلى من خطيبتك؟ لو سمحتي بلاش استفزاز. بلاش احلى. انت بتستفزيها ليه؟ انا مش بستفزها. انا بسال سؤال. ممكن تقولي حاجه كويسه؟ ممكن تقولي كلمه كويسه بعد اذنك؟ احلى من خطيبتك؟ ممكن تقولي كلمه كويسه؟ ملهاش علاقه بحلوه ولا بيحشد. علاقه شغل. دي مقابله شغل. دي مقابله شغل. ايه علاقتها؟ ايه علاقتها؟ يعني انت كنت عارفه عن القصه دي يا بنتي؟ ايه علاقتها بحلوه ولا بوحشه؟ يعني انت يعني انت دلوقتي انا في حياتك ايه؟ لما انت في برنامج صدفه اني لولا الاستاذ قاعد بيتكلم معاك صدفه انا كنت ما كنتش هعرف. عشان الموضوع مش مهم. هو الموضوع مش مهم عشان تعرفيه. وكان بقى موضوع تاني مش مهم. انت ليه خليتيه موضوع مهم دلوقتي؟ علشان هو موضوع مهم. عشان انا لو عملت كده انت ما كنتش هتسكت. اكيد طبعا مش هسكت. طب يعني ايه ده يعني الذكوره دي؟ حلوه منا دي يعني ولا ايه القصه؟ لا حلوه ولا حاجه. هي لا حلوه ولا حاجه. هي عاديه جدا. هو ايه يعني عاديه جدا؟ انت ايه مشكلتك؟ يعني ايه مشكلتي؟ إيه مشكلت؟ يعني ايه مشكلتي؟ يعني ايه مشكلتك لما تكون في مثلا نقول مثلا غلطه مثلا حصلت؟ ايه؟ ايه؟ غلطه مثلا. ايه غلطه دي؟ ايه المشكله؟ يعني ايه غلطه يعني؟ ايه المشكله؟ ما كلنا بنغلط. يعني هو حصل. المشكله حصل. المشكله ايه المشكله؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ هو ايه اللي حصل يعني؟ ايه هو اللي حصل؟ اوعى ايدك كده يعني ايه؟ مستفزه جدا. انا اللي فضلت تستفزيها على فكره. طب يعني انا ايه؟ لا لا انا مش هقعد. هو ايه اللي حصل؟ طب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بس اقعدي اوعى ما تقوليش اقعدي يا استاذه نور. اتفضلي اقعدي من فضلك. انت شكلك ما بتهتميش بنفسك او مش مالك؟ مش بتكلمي كتير او ايه؟ ايوه ماما اوعى بس كده. في ايه بقى؟ ايوه ما انت شكلك. ايوه يعني ايوه اوعى بس كده. اوعى بتعملي ايه بس؟ طب اوعى ايدك. اوعى اوعى تعالي بس. لا ما انا بقول لك اهتمي بنفسك. طب ماشي ما تلمسنيش عشان بص. ما تلمسيهاش برضو. ايه بقى؟ لا اتفضلي ارجعي. لا يعني ايه يعني ولا تلمسيها؟ طب انت خليها ما تلمسيهاش برضو. طب ايه؟ طب ايدك. طب اتفضلي يا دكتور. طب ايدك. طب ايدك عشان انت اصلا. ارجعي ارجعي. طيب انا مش هرجع. يعني ايه يعني مش مهتمه بني ايه؟ ادي وارجعي ارجعي. مش ههدى. مش ههدى ومش هرجع. هي مش اوعى. هي قصدها تقول لك هو مش شايفك مهتمه. معلش ما تتكلمش. انت اصلا السبب في كل ده. هو السبب في كل ده دلوقتي. هو اللي بيخونك. هو انا اللي رحت معاه اسكندريه. اتفضل. ممكن نقعد طب ونتفاق؟ اه نقعد بس. اتفضل. لا مش قاعده انا غايره في ده. اقعد. انا ايه ده؟ ايه ده؟ مش قاعده يا استاذه نور. ما تقربيش مني. ليه ما تقربيش مني؟ ما تقربيش مني. طب ثواني وانت ما تلمسنيش. ممكن حضرتك تقعد. ممكن عشان انت سبب المشاكل. طب ثواني بس. ممكن حضرتك تقعد. طب انت هتعمل عليا انا شكشان؟ انا مالي؟ ممكن اسال سؤال؟ معلش ممكن اسال سؤال؟ انا مش عايزه. هو انا اللي خنتك؟ مش عايزه. انت كلامك مستفز جدا على فكره. اتفضلي بقى اقعدي كده. لا ما تديش ايدك. اتفضلي. اتفضلي. لا مدي ايدي. لا ما تمديش ايدك. لا همدي ايدي. لا اهتمي بنفسك. ايه اهتمي بنفسي يعني؟ مش ماله ماله نفسي. مالها نفسي؟ بس بالراحه. مالها في ايه؟ سيبيها خالص يا تينا. سيبيها. هي ايه مش طبيعيه ولا ايه؟ سيبيها خالص. ما تمسكنيش. طب اقعدي.
طب ما تمسي ما تلمسنيش. طب ممكن تقعدي، ممكن نهدى. مش قاعده انا ماشيه، انا يلا عشان عايزين نكمل الحلقه. انا مش هكمل الزفت. طب طيب بعدين كملوها لوحدك، كملها لوحدك، اتصل بمنى تكملها معاك. لا تعالي تعالي بس، تعالي بس. يعني انت لو كنت جبت، يعني لو كنت جبت منى من الاول كنت ريحتنا والله. ممكن تقعدي، كنت ريحتنا لو كنت جبت منى. لو ايه؟ انت انسان مستفز والله العظيم. اتفضل يا والله العظيم انت اتفضل بابا، روح هات منى بقى واقعد معاها في الحلقه. تعالي بس تعالي، ما تقربيش مني خالص، ما تمدش ايدك عليا، ما تمدش ايدك عليها، ما تمدش ايدك عليا. ممكن تفكتي؟ طيب انت تمد ايدك عليها، انت ما بتهتميش بنفسك. سيبها بس، هي بتقول انا ما بتهتميش بنفسك. انت اللي عاجبك البنت بجد متخيل. انا مش عايزه اكمل معاك اصلا. تعالي بس، ما تمسنيش وما تقربيش مني. تعالي بس. لا انا مش هكمل، ولا مش هكمل. هو 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 ايه؟ انت مستفزه. ده انا مستفزه؟ ايوه انت مستفزه، وانت مستفزه اكتر مني على فكره. انا في صفك، انا مش ضدك. لا في صفي ايه؟ عماله خيانه وحلوه واحلى منك ومش احلى منك. هو انا اللي بخونك يا بنتي؟ انت طبيعيه؟ انت طبيعيه؟ انت طبيعيه؟ انت طبيعيه؟ تعالي بس، تعالي بس. انا مش حاجه. انت طبيعيه؟ لا لا انا انت بني ادمه طبيعيه. طب يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه اكتر من كده؟ تعالي بس. لا مش حاجه. اجي اعمل ايه؟ تعالي بقول لك، تعالي هضربه بجد، هعمل. طب ماشي تعالي بس، تعالي يا جماعه لو سمحتوا بس. عشان ايه؟ ممكن نقعد، ممكن نقعد ونهدى شويه. ما تزعقليش. نقعد ونهدى شويه. ما تزعقليش يا جماعه، فرجتوا علينا اللوكيشن. ممكن نقعد ونهدى شويه بعد انا زي. لسه هفرج على الناس كلها. طب ما نمشي، ما تقربش مني. طب خلاص يا جماعه، وانا مش همشي معاك اصلا. تعالي ما ينفعش كده يا جماعه. يعني انا مش يا جماعه هتقولي بقى ذوق. انا مش قادره استوعبك. انتوا لسه مخطوبين؟ مش عارف. انت مبسوط كده؟ هو انا قلت حاجه كده؟ مبسوط. انا قلت حاجه، انا مش عارف انت عملت ايه. طب ممكن تجيبها تقعدها عشان نقفل الحلقه اللي مش عارف. يا جماعه بعتوا لي ناس بقى بعد كده ما بيشرحوش في اللوكيشن. ما تمسكنيش، مش عايزه اقرب من انا ابعد عني، ابعد عني. طب ابعد، انا مش عايزه افهم حاجه. طب تعالي، طب ابعد عني. تعالي، طيب تعالي بس اتفضلي، وانت ابعدي عني خالص. انا جيت جنبك. تعالي بس، مستفزه جدا. انت مستفزه جدا. ممكن تسيبيها انت؟ تعالي بس، ممكن تبعد عني خالص؟ طب تعالي، انا بعدت واخش. ممكن بعد اذنك؟ طب ممكن مش عايزه اكمل الحلقه. ممكن نخش نخلص؟ مش عايزه اكمل الحلقه، مش هكمل. بعد اذنك يلا يا جماعه، المسابقه هتبوظ يا جماعه كده والله. يلا بعد اذنك سكتوا عشان انا. طب تعالي، اوعى. عايزه امشي. انا مش طايقه اشوف وشك. لا لا هو خش. لا خشي خلص الحلقه بعد كده. غورك في 60 ده يا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في 60 ده؟ طب اوعى انا غايره في 60 ده. اوعى انا غايره في 60 ده. تعالي، مش هتغور يا عبد الرحمن. هنقعد وهغور. تعالي، ابعد عني. خشي بقى، خشي خشي. ابعد عني. تعالي، ابعد عني. اوعى يا نور. انا رايحه فين يا نور يا حبيبتي؟ ممكن تنزلي. خشي، خلينا نخلص بس ام الحلقه دي الاول. ايه المشكله ان انا اقول لك؟ ثانيه واحده بس، ثانيه. ايه المشكله ان اقول لك اهتمي بنفسك؟ يا انت شايفاني انا مش مهتميه بنفسي؟ اه ممكن تبقي حاجه. ايه اللي مش مهتميه في فين؟ تظبيط، تظبيط في ايه؟ شعرك، انت مبسوطه كده؟ هو انت مبسوطه من انت؟ ما انا بقول لك انت بني ادم مستفزه، وانا ممكن امد ايدي عليكي. فسيبيني وامشي بقى من قدامي. لا من الحلقه بتاعتك دي. تعالي بس، تعالي. بنت ما بتقربيش مني. تعالي بس، ما تقربيش مني عشان انت بني ادمه مستفزه. يا بنتي انت طبيعيه؟ انت بني ادمه طبيعيه؟ اه انا بني ادمه طبيعيه. لا دي انت مش طبيعيه، مفيش حد بيعمل كده. تعالي 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 تعالي. اوعي اوعي، ما تلمسنيش. تخرجوا منين من هنا؟ لا ما انت مش تخرجي غير ما نقفل الحلقه. انا مش هقفل حلقات من فضلك. انا مش هقفل حلقات. انا بقول لك من فضلك. انا مش هقفل حلقات، انا مش هكمل الحلقه. انا مش طايقه، انا مش طايقه اشوف. انا هجيب لك حق. تعالي معايا، يلا انا هجيب لك حاجه من. تعالي، لا ما تخافيش. انا مش عايزه اعمل. ممكن تعتذر لها؟ ممكن تقعدي، ممكن تعتذر. انت مبسوطه وانت فرجه علينا الناس كده؟ انا اللي فرجت عليهم. انت ايه البرود ده؟ ليك انت تتكلم؟ انت ايه البرود ده؟ انت كده مبسوطه؟ انت بني ادم مستفز. انت كده مبسوطه؟ بصي انت كده مبسوطه؟ خليها تختم الحلقه بقى لو سمحتي. قعديها وخليها. ممكن تقعدي بقى بعد اذنك. انا عايزه امشي من هنا. طب ماشي، انا هخرج من هنا منين عشان انا عايزه امشي من هنا. طب اختمي وانا همشيكي. اقعدي اختمي. شيت عايزه تغور ده؟ انا غور كده. ايه؟ ما تقولش غور ده يا جماعه. يا جماعه خلونا نختم الحلقه بقى. اقعدي اقعدي بس، خلصي الحلقه. انت بتكلمها كده ليه؟ بقت انسانه مستفزه بجد. يعني انت بتقولها؟ والله العظيم بقيت طيب. انا دلوقتي بقيت والله انسانه والله مستفزه والله علشان انت اعترفت ب... المشاكل ما بتحلش كده يا جماعه. يا جماعه سيب ام المخده دي بقى. ما تمدش ايدك. سيب المخده. ما تمدش ايدك يا جماعه. خلاص اقعدي عشان سكت لك من الصبح. اقعدي بقى.
انت كمان اللي خلص البرنامج ده، انت كمان اللي سكتتي. عايزين نرجع نخلص البرنامج، يا ريت ما تجيبوليش ضيوف عاملين كده تاني. عاملين ازاي يعني؟ انت مش شايف هي عملت دي بهدلتني؟ يعني ايه يعني ايه بهدلتك يعني؟ انت شايفه كلامك؟ على فكره هو انا معاكي، انا في صفك. هي في صفك على فكره، في صفي. تقولي اللي انت بتقوليه، ما انا بقولك اهتمي بنفسك. ايه يعني انت شايفاني عامله ازاي يعني عشان تقولي لي مهتمي بنفسك؟ وما بقولك اهتمي بنفسك اكتر، ما قلتش حاجه. بالنسبه له هتخلصوا الحلقه دي ولا امشي؟ لا ما تكلميش كده، وكلمي باحترام. انا بتكلم محترم. باحترام. انا محترمه. انت برنامج محترم. انا محترمه على فكره. لا تصرفاتك مش محترمه. يعني ايه يعني انا مش محترمه؟ تحب اوريكي بقى اوعى ايدك؟ تحب اوريكي قله الاحترام؟ احنا ممكن نطلب. تحب اوريكي قله الاحترام؟ اطلب لي الامن. هيعمل لي ايه الامن يعني؟ تهجمي عليا كمان ولا ايه؟ بنشكركم ان انتوا كنتوا معانا في برنامج ما تهزرش، عشان احنا كنا عاملين فنور مقلب. والله مقلب. هو متفق معانا حياتك عليا. هو متفق معانا. ما تزعلش. عمال اقول لك مين منا؟ عمال اقول لك مين منا؟ الحمد لله ان ده ما حصلش.